السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين جميعا في كل مكان، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من همسات للآباء لزواج الأبناء. وقلنا شعارنا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والوقاية خير من العلاج. حلقتنا اليوم حلقة أيضا ممتعة ولطيفة وفيها كثير من النقاط الهامة إلى الآباء والأمهات. نبدأها بمقدمة هامة جدا أجدها مهمة قبل لا أقول نقاطي فيما يتعلق بمرحلة الخطوبة. المقدمة أولا أريد أشير على أنه في تنضيج أبنائنا في فرق بين الشاب والفتاة. الشاب قلنا إحنا هو يبلغ في عمر 15 سنة هجرية دخوله 16 سنة، وفي فرق بينه وبين الفتاة هي بعمر 10 سنوات هجرية إكمال 9 سنوات دخولها العاشرة، أي في فرق في النضج 5 سنوات بين الاثنين. إذن هنا نتحدث أيضا عن أنه إحنا كآباء وأمهات أن نبكر بالنسبة للفتاة في تنضيجها، تمام؟ معناته هذا الكلام أنه نبدأ بالنسبة للفتاة تتحمل مسؤوليات في المنزل وخصوصا من قبل الأم، في شيء يتعلق بخدمات البيت ومسؤوليات البيت، وهناك تتعلق بالأمومة المبكرة بالنسبة للفتاة. أن مثلا الأم تشارك ابنتها في تربية أخوانها الأصغر من عندها، تدخلهم في تفاصيل حتى تبدأ تتهيئ، هي الأمومة موجودة في فطرتها لكن هذا يهيئها وينضجها مبكرا. هذا الكلام جدا مهم بالنسبة إلى الفتيات. بالنسبة للأولاد هم قلنا الفارق في التنضيج 5 سنوات، أيضا معناته أنه نحن نعمل على تنضيج الشاب، وهذه المسؤولية تقع أكثر شيء على عاتق الأب. الأب في هذه المرحلة ممكن أنه يلتفت إلى أن يبدأ يهيئ الشاب إلى خصوصا خارج البيت بتحمله، مثل ما قلنا سابقا، بتحمله بعض المسؤوليات العملية مثل شراء الأغراض من البيت إلى البيت من المحلات، أو الخروج مع العلاقات الاجتماعية، أو دخوله إدخاله في مؤسسات اجتماعية وخدمية وتطوعية. كل هذا الكلام ينضج. وممكن أيضا أنا تجربتي الشخصية، والدي أدخلني إلى سوق التجارة، كان والدي صاحب تجارة وعمري 4 سنوات، إلى أن وصلت السنة 16 من عمري أنا تربيت في السوق، فصار عندي نضج مبكر وهذا أثر في شخصيتي حينما كبرت. إذن هذه النقطة الأولى في المقدمة. والنقطة الثانية في تحمل، أؤكد على تحمل المسؤوليات للتنضيج، هذا أيضا أمر مهم. دعونا ننتقل إلى النقاط الهامة في فترة الخطوبة. أول نقطة أيها الآباء والأمهات، الخبراء في هذا الشأن اليوم يعتبرون مرحلة الخطوبة هي المرحلة الأخيرة للاختيار، لأن في ثقافتنا الاجتماعية نعتبر أنه مجرد أن نختار ويجري العقد انتهينا، لا يمكن أن نتراجع، وأنا أعتقد هذا خاطئ. ليش؟ لأنه ما هو الهدف من فترة الخطوبة راح نجي على راح أوضحها، هو هذا المهم حينما نفتهم شنو الهدف من عدها. إذن أول نقطة أنه مرحلة الخطوبة هي مرحلة الأخيرية والحاسمة في قضية الاختيار، مع تذكيري بشرط هام جدا وهو أنه لا يكون هناك حمل. ممكن أنا ما أقدر أجيب التفاصيل أكثر، لكن أنا أفرق بين العملية الجنسية وبين الحمل. فهناك فرق بين العملية الجنسية وبين الحمل. العملية الجنسية في إيد الآباء والأمهات والأبناء يتفقون عليها والجنب الشرعي تدخل فيها، لكن فيما يتعلق بالحمل لا للحمل. ليش؟ لأن قلنا أنه هي المرحلة الأخيرة الاختيار. لو أنه لا سمح الله
لو أنه لا سمح الله قرروا أن ينفصلوا لسبب ما هام، فما يكون هناك تبعات تسمى الحمل ويكون هناك ضحية في هذا الشأن. النقطة الثانية، أهم أهداف مرحلة الخطوبة هو الاكتشاف والتأكد. الكثير كان يسألوني يقول أستاذ زين الحين السؤال والتهيئة ما قبل العقد هذا ما يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنه يصعب الاكتشاف ويصعب التأكد. يعني افتراضا لو أريد نكتشف أن هذا الرجل كريم ولا بخيل، ما قبل العقد ما نقدر نكتشف هذا الشيء ولا نقدر نتأكد من عنده. لكن في فترة الخطوبة التي أنا أحطها بين السنة وسنة ونص، خاصة بالنسبة للصغار في السن بين 18 إلى 25 فما فوق شوية، هذه سنة لسنة ونص هي فترة الخطوبة. ليش؟ حتى نبدأ نكتشف الأشياء الجديدة لأننا ما اكتشفناها قبل، خصوصا أنه ما بعد العقد الرجال راح يدخل إلى بيت المرأة ويشوف عمه وعمته وشون يعيشون، ويدخل غرفة خطيبته، وأيضا الشاب يروح بيت خطيبته بيت عمه وعمه ويكتشف الأشياء. فهنا الاكتشافات والتأكدات هامة جدا. أيضا عندنا في صاير توجه، وهذا التوجه أنا ما أشوفه صحيح بل خطير. هذا التوجه هو أنه إلغاء فترة الخطوبة، والداعي لذلك يقول والله احنا عندنا مصاريف فنفتك من المصاريف، ليش بعد اظل لي سنه كامله ولا سنه ونص اقعد انتظر اكل بيت الشقه جاهزه او البيت جاهز؟ او كلام قد يكون شيء من الصحه فيه، لكن كلامنا هنا ان فتره ومرحله الخطوبه مرحله هامه للاكتشاف، لا يفضل ابدا الالغاء، يجب ان نصر عليها. هذا دورنا كآباء وأمهات، دورنا كآباء وأمهات أن نصر على مرحلة الخطوبة لأن لنا دور فيها. يمكن للأبناء ما يمتلكون الخبرة، إحنا اللي نعطيهم الخبرة، وهذا أمر هام جدا. سؤال الكثير يسألون في مرحلة الخطوبة وبعدين يصير لها تبعات في المستقبل، وهي أنه ما مدى المساحة والخطوط الحمراء في التدخل، تدخلنا احنا كآباء وامهات في حياة ابنائنا بعد الخطوبة، لانه خلاص انتقلوا لمرحلة جديدة فيها مساحة من الاستقلالية لازم نعطيهم اياها، لانه حتى يتهيئون الى الزواج ومسؤولية الزواج وياخذون مسؤوليتهم في قضية الزواج. فهني عندنا مسألتين، عندنا مسألة التدخل الايجابي، هذا ممتاز نؤكد عليه. شنو معنى التدخل الايجابي؟ معناته شيء، الأولى المساندة والرقابة البعيدة، ما نجي نتدخل في كل شيء مثل ما كانوا أطفال ومراهقين، لا أصبحوا كبار، نعطيهم المساحة شيء من الاستقلالية نعطيهم فيها خليه يتحركون فيها، لكن نراقب حتى نتدخل في اللحظة المناسبة، نقول نصيحتنا نقول اقتراحنا ونفتح الحوار مع أبنائنا، هذا تدخل ممتاز. النصيحة الثانية في قضية التدخل الإيجابي هو احنا قلنا لا ما قبل الزواج، فترة ما قبل الزواج ان يتم اختيار استشاري لهم، عشان تتذكروا في الحلقة السابقة. الان ممكن تفعيله حينما نحتاج في فترة يصير فيها مشكلة معينة ما نقدر نحلها، نخاف نتدخل بطريقة خاطئة نتسبب في مشكلة اكبر، لانه حسب الخبراء والدراسات تتكلم عن التدخل في فترة الخطوبة من قبل الاب والام من الجانبين، وأيضا تدخلت ما بعد الزواج لها جوانب سلبية كبيرة وقد تصل إلى الطلاق بالنسبة لأبنائنا. فالحذر الحذر من هذا الشيء. إذن قلنا مفهوم التدخل الإيجابي وهو أنه نكون مساندين وننزل خبراتنا بس عن بعد، والمسألة الثانية أن إذا شفنا المشكلة أكبر من عندنا نوديها إلى الاستشاري خله يتصرف فيها كمتخصص. إذن السؤال، إذن ما هو التدخل السلبي؟ هو التدخل العشوائي. في أحد من عندنا إحنا كآباء وأما بشكل عام ندعي إن إحنا عندنا اختصاص، لا نمتلك الاختصاص، شو نتدخل؟ تجربة الشخصية 25 سنة بالاستشارات الأسرية والزوجية تخصصي،
علاقات زوجية تخصصي إصلاح زوجي. أغلب الحالات الآباء والأمهات من الطرفين حينما يجون في مشاكل أبنائهم تدخل سلبي يؤدون إلى حالة الطلاق. ليش؟ لأنهم في المشكلة، هم جزء من المشكلة ويتعاطفون مع أبنائهم، كل طرف يتعاطف مع أبنائه، فبالتالي تؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا وقد تؤدي لا سمح الله إلى الطلاق. أيضا من ضمن النقاط الهامة في فترة الخطوبة هي فترة العقد الشرعي، هي إعطاء الأبناء مساحة أكبر. هذا نلتفت إليه، لا نتعامل مع الأبناء، أنا ممكن أسميها الفطام في استقلالية الأبناء. فطام يعني خلاص زلين كبروا مثل ما إحنا كبرنا وأخذنا مساحتنا وبعدنا آبانا وأمهاتنا، هذا بعد نفس الشيء، فإحنا دافتها من آباء وأمهات راح نعطيهم مساحة استقلالية أكبر، لأن هذا راح يهيئهم حتى يتحملون المسؤولية في حياتهم. من أو نقطة قبل الأخيرة مهمة جدا وإحنا تحدثنا فيها بشيء من التفصيل في الحلقات السابقة، زيادة جرعة الحوار الصحي المستدام. احنا قلنا في السبع سبع سبع وخاصة السبع الأخيرة هي المصاحبة للأبناء، فنزيد الجرعة في الحوار، ناخذ ونعطي، نتكلم وياهم، نحترم آرائهم، نطلع وياهم، نعطيهم خبراتنا، نتكلم عن خبراتنا ككبار. هذا كله أمر هام في نجاح وتهيئتنا ومساندتنا إلى أبناء. أما النقطة الأخيرة أيضا أهمية إعطاء الخبرة في هذه الفترة، وفي فترة الانتقال لما بعد الزواج، الأبناء يحتاجون إلى خبرة الآباء والأمهات، فعلينا إحنا آباء وأمهات أن نلتفت إيش قد إحنا خلال هذه السنة السنة والنصف نقدر ننزل خبراتنا لأبنائنا بدون ما نفرض عليهم، بدون ما نشعرهم أن هذه إحنا مجبرين تون عليها. لا، نجيب قصص. أنا أتذكر أن جدتي رحمة الله عليها من والدتي، جدتي والدتي يوم أنا صغير أتذكر حينما والدتي تذهب إليها تنصحها بطريقة رائعة وتنزل التجارب إليها بطريقة قصص. أخيرا أحبتي، حلقتنا القادمة راح تكون أكثر إمتاعا، أكثر تفصيلا، فيها الكثير من النقاط والتجارب اللي راح نتطرق إليها في الحلقة القادمة. عنوان راح يكون دعم الآباء أو كيفية تهيئة أبنائنا إلى مرحلة ما بعد الزواج، وهي المرحلة الثالثة. بإذن الله تعالى نلتقيكم على الخير في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.